وبركاته أخواتي، بقيتوا لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. كم بهذا الفيديو باش نوريكم بأن أصحاب الفيلات والسيارات الفخمة التصرفات ديالهم بعيد على كونهم أنهم ناس في مستوى، هما ناس كيعيشوا غير في القشور، أما الحقيقة ديالهم راه ما فيهم لا إنسانية ولا حتى حاجة. للأسف هادو هما اللي كيعيشوا بحال، اش كنقول لك، كيعيشوا على حساب ماشي غير الإنسان، كيعيشوا حتى على حساب الحيوانات. حنا كنقولوا كاين حيوانات ضالة، كاين الإنسان هو اللي ضال واللي ما كيعرفش الطريق في الحياة. انتما كتشوفوا هاد القط مسكين كيفاش كان في الصورة، واخواتاتو، وواحد من هاد أصحاب الفيلات الفخمة يعني بغلط مني أنني خرجتو، دازلو على رجلو بالسيارة الفخمة ديالو وهرسلو رجلو مسكن. كان غلطة عمري أنني خرجتو زعما باش يكتشف العالم الآخر، ولكن للأسف هذاك العالم حنايا استولينا لهم على الطبيعة ديالهم، وحرمناهم من هاد الطبيعة، وبنينا بنايات فخمة. إنسان كان ظالم في كل ما تحمله الكلمة من معنى. هاد الناس هادو ما كيعرفوش الرحمة، كيرحموش اللي في الصغير، حيوان صغير عساك أنهم يرحموا الإنسان. حسبنا الله ونعم الوكيل. هادو قلك اللي باغيين يكونوا في المراكز العليا وما قادين شي، يقدروا يتحكموا حتى في الروايد ديالهم، عاد يتحكموا في البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل.